الفيديو ده المفروض هنتكلم عن حاجة مهمة جدا موجودة في ريفيت وموجودة في كل اللايرز في ريفيت. بعد ما تفكر تعمل وول تايبس في ريفيت وتبدأ الوولز دي تضيف لها لايرز واللايرز دي تضيف لها ثيكنس وماتيريال بيبان لك الانديكيشن بتاع الوول اللي انت ممكن تكون عايزه بالنسبة للوحة زي لوحة بلان لو هطلعها بلان عادي او هطلعها بلان شوب دروينج هيوصلك الانديكيشن اللي انت عايزه. بس في حاجة مهمة جدا هنتكلم عنها دلوقتي بالنسبة لريفت بالنسبة لللايرز بتاعت أي element سواء wall أو floor أو roof أي element في layers. هو إيه اللي بيحصل لو wall زي دي قابلت wall من type تاني والtype دوت مختلف عنها في الماتيريال، أو لو الwall دي قابلت floor أو لو الwall دي قابلت أي element، إيه اللي بيحصل في condition هنا؟ يعني بمنتهى البساطة لما دوت يقابل دوت مين اللي يكمل ومين اللي بيقف؟ اللي بيحاول دوت بنسبة كبيرة جدا في الوولز حاجة بتتسمى function. لو الفانكشن دي أقوى يبقى الإيلمنت الفانكشن بتاعته أقوى هو اللي هيكمل. لو الفانكشن دي أضعف زي مثلا الفانكشن أقوى بيبقى الرانك بتاعها 1 أضعف بيقعد يقل لحد ما يوصل ل 5. لو خليتها 2 ودوست أوكي هتلاقي الحيطة اللي لونها جراي هي اللي كملت. في الحالة دي هي الفانكشن بالنسبة للبيم موديل هي خلينا نقول هو المين اللي خلينا نقول توصيفيا كده هو اللي يتحكم في كل الجوين كونديشن. خلينا هو المين بارامتر اللي بيظبط كل الجوينز سواء بين وولز وفلورز وولز وولز اي elements مع بعض اللي بيظبط الكونديشن بتاعت الجوين هو بيكون اللاير فانكشن. اللاير فانكشن ده بندخلها باهتمام قوي بس بنسبه كبيره انا هتكلم دلوقتي على جنرال لاير فانكشن اللي بتتعمل. اول حاجه حصلت ان انت لما قللت الوول القوة بتاعتها اللي حصل ان الحيطة اللي لونها جراي هي اللي كملت كده الكور هنا بقى 1. لو دوست اوكي وبصيت على الوول دي وعملت اديت وبصيت على اللاير بتاعتها هتلاقي اللاير بتاعتها الفانكشن بتاعتها 1 فدي اقوى من 2 فقطعت 2. طيب لو خليت دي 2 في الحالة دي هقولك انت ممكن تعمل سويتش جوين انك تحدد مين اللي مبني الاول ومين اللي هيكمل والكونديشن دي ما بنحتكش ليها قوي لان في الغالب انت بتحاول تظبط الموديل ان الجوينز كلها تطلع صح مرة واحدة. بس في سؤال هنا هو مفهوم ان الاقوى هو اللي الرقم بتاعه اعلى، طب ليه هنا رغم ان دوت رقم 1 او هخلي الرقم بتاعه 2 ودوت الرقم بتاعه 2 هخليه 1. الكونديشن دي مفهومه بالنسبه لللاير بتاعت الكور بس هو ايه اللي حصل في اللايرز بتاعت الفينشز اللي بره؟ ما هي الفانكشن بتاعتها 1 وبرضه اتقطعت من دي. باين جدا من الفكره ان ريفت غير ان الفانكشن بتتحدد عن طريق الرانك اللي انت بتختاره لللاير طبيعي شويه ان هو بما ان هو عايز يفهم الكور فهو بيعتبر الاليمنتس اللي بره الكور اضعف من الاليمنتس اللي جوه الكور. فعشان كده لو انت بتحط layers والfunctions دي هي نفس الفانكشن بس بره الكور بنقدر نعتبرها ان هي بتبقى اضعف من نفس الفانكشن لو جوه الكور، او كمان لو في كور layer جاي من نفس الاليمنت يبقى الكور layer المفروض توصل لحد الكور layer. كده الفانكشن بتتحدد ازاي؟ الفانكشن بتتحدد ان كل حاجه في البروجكت بتاخد رقم، الرقم ده بيحدد قوتها في المشروع، القوه دي بتحدد الاليمنت دوت هيقطع او بلاش نقول الاليمنت اللاير اللي جوه الاليمنت دي هتقطع او هتقطع. ككونكلوجن ما ينفعش تفكر في اللاير على مستوى نفس الاليمنت او اللايرز بتاعت نفس الاليمنت، يعني ما ينفعش افكر في الوول دي اقول خلاص طبيعي ان الطوب هيبقى قوي فالطوب 1 بعد كده طبيعي الفينش اضعف شويه خليه 2 طبيعي الدهان اضعف شويه خليه 3 ونفس السيكونس فوق. ليه ما ينفعش افكر كده؟ لان انت مش بتفكر في الجوين بتاع الاليمنت مع نفس الاليمنت، انت بتفكر في الجوين في الكونستراكشن ايشيو كلها اللي هيجمع فيه كل الاليمنتس دي مع بعض. خلاصه الفكره انك هنا في حالة الطوب هتدي الطوب 2 مش هتدي له 1. ليه هتدي له 2؟ لأنك بتحط في اعتبارك إن ممكن تبقى فيه elements تانية زي خرسانات أو حيطة بس wall الكور بتاعها مش break، الكور بتاعها ممكن يكون أي نوع حجر تاني أو ممكن يكون خرسانة. في الحالة دي هسيب رقم 1 للحاجات اللي زي دي. في نفس الوقت ممكن تدي المحارة 2. ليه تدي المحارة 2؟ الكونسبت اللي احنا قلناه من شوية ينفع يكون نفس element جوه الكور وبره الكور بس اللي بره الكور يعتبر اضعف شويه. اخر حاجه بتفكر في البينت، طبقا للكونستراكشن بروسيس البينت او الكلادنج الخارجي هي اخر حاجه بتتنفذ بالنسبه لللايرز لو قورنت بالفلورز او السيلينج او الروف.
في الحالة ديت هتفكر ان السيلينج او سوري الفينش النهائي بتاع الوولز سواء البنت او الحجر ممكن ياخد فانكشن 5 اللي هو باعتبار بنسبة كبيرة مفيش حاجة هتيجي اضعف من كده. في الحالة ديت دي الستاندر فانكشنز بتاعت اللايرز بتاعت الوول. لو الحيطة دي طوب، لو الحيطة خرسانة عادي خالص بتغير النوع وبتخلي الكور ماتيريال خرسانة وبتغير التايب بتاع الفانكشن بتاعتها. حاجة مهمة جدا، ريفت ما بيفهمش ان اللاير ليها قوة في الفانكشن، يعني مش عشان هي خرسانة فهو يعتبرها اقوى فهتقطع. انت اللي بتمانج الفانكشنز دي عشان تطلع الموديل بتاعك بالفاينل ريزلت بتاعته.